إذن نقرأ في العالم واتجاهاته. تنضم إلينا في هذه الأثناء من دبي السيدة نادية البلاسي وهي محللة الأسواق في إكويتي جروب. أهلا وسهلا بك نادية. ويعني بدأت دعينا نقف مع نتائج أعمال الشركات، لعلها واحدة من الاستحقاقات الرئيسية التي تحرك الأسواق في هذه الأيام. يعني إلى أي مدى لها علاقة بتراجع الأسواق البارحة؟ لقد شهدنا أن هناك تفاؤل انتشر في الأسواق، وذلك بسبب موسم أعمال الشركات، حيث أننا نتوقع بعض التباطؤ، ولكن نرى أن هناك نموا أبطأ من المتوقع فيما يتعلق بالعائدات والأرباح. لذلك شهدنا أمس أن ميتا قد تراجعت ب 12%، وبعض الشركات مثل بوينغ تراجعت ب 8%، ولذلك كان لدينا تباطؤا في المؤشرات الرئيسية أمس، وشاهدنا بعض التصحيح، ولكنني أرى أن هذا بعض التصحيح، والأسواق سوف ترتفع مرة أخرى بعد أن تعلن وتتوقع الشركات أرباح أحسن من المتوقع أو أفضل من المتوقع وأن تحد من خسائرها. نعم نادية، يبدو أنه أيضا الشركات ما زالت على مخاوف من الوضع الاقتصادي بشكل عام ومخاوف الركود، لكن أيضا بالنسبة لتوجهات البنوك المركزية، شهدنا يوم أمس المركزي الكندي الذي قام برفع الفائدة ولكن بوتيرة أبطأ مما كان متوقع، ورفع بواقع 50 نقطة أساس. هل من الممكن أن نشهد الفيدرالي الأمريكي نفس هذا التوجه بخفض بنفس الوتيرة، بتراجع وتيرة رفع الفائدة هذه المرة من قبل الفيدرالي الأمريكي، وكيف سيكون انعكاسها أيضا على الدولار؟ قطعا الأسواق تتوقع في الوقت الحالي أن يكون هناك وتيرة أبطأ من الفيدرالي الأمريكي، ولكن الرئيس باول قال أنه بغض النظر عن التبعات سوف يركز على تخفيض التضخم إلى 2%. إذن لديه هدف بغض النظر عن البيانات المتباينة في الاقتصاد الأمريكي، والتي نشهد في الوقت الحالي أن الاقتصاد قد تباطأ بالفعل، وثقة المستهلك قد تراجعت إلى مستويات 1.2 من 1.7، وهذا يشير إلى أن المستثمر قد يبطئ من وتيرة التجديد كما حدث في بنك كندا، حيث رفع معدلات الفائدة ب 50 نقطة أساس بدلا من 45 نقطة أساس، وهذا ما توقعته الأسواق. نعم هذا احتمال، وقطعا سوف يؤثر على الدولار. لقد شهدنا بالفعل أن الدولار الأمريكي قد تصحح دون مستويات 110. إذا نعتقد أنه سيكون هناك بعض التصحيح، حيث أن هناك احتساب بأن الفيدرالي سوف يبطئ من وتيرة تجديد السياسة النقدية. جيد. الأنظار إذن تتجه نحو البنك المركزي الأوروبي اليوم وقراره في رفع معدلات الفائدة لهذا اليوم. نود أن نقف على كيف من الممكن أن تكون اتجاهات المركزي الأوروبي في ظل مستويات التضخم غير المسبوقة، وما هو تأثير ذلك على اليورو؟ قطعا نتوقع أن البنك المركزي الأوروبي أن يرفع معدلات الفائدة ب 75 نقطة أساس، ومن المرجح أن يبقي اليورو مرتفعا. لقد شاهدنا بالفعل اليورو فوق مستوى التعادل، وهذا مؤشر جيد، وعلينا نقول أن اليورو يتصحح صعودا، وذلك بسبب ضعف الدولار الأمريكي، وطالما لدينا ضعف الدولار الأمريكي فهذا سيمنح مجالا لليورو، ولكن مع البنوك المركزية الأخرى مثلا البنك الشعبي الصيني أو بنك اليابان من المتوقع أن يرفع عملتهما، حيث كان هناك حرب عملات، ولذلك نشهد في الوقت الحالي أن العملات الأخرى مقابل الدولار الأمريكي قد زادت، ولكن تدخل البنوك المركزية يمنح للمستثمرين تجنبا للمخاطرة، وذلك يثبط من عزيمة المخاطرة في الأسواق على المدى الطويل. يمكننا أن نرى أن اليورو لا يزال يعاني أو سوف يعاني، على الرغم من أن هناك زيادة ب 75 نقطة أساس لمساعدة اليورو ودعمه لأن يكون مرتفع، إلا أننا سنرى أن اليورو دون المستويات التي شهدناها في بداية العام. نحن نشكرك نادية البلاسي وأنت محللة الأسواق في إكويتي جروب، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من دبي. Thank you guys.